أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الدعوة بإلقاء المحاضرات المضحكة حتى يقبل الشباب ويحبون الدعوة والاستقامة من الوسائل الدعوية الصحيحة؟ أمور الدين ما يدخلها شيء من هذه الأمور، الاجتهادات أمور الدين أمور جد وأمور حزم وبيان، ما يدخلها المضحكات والملهيات هذا مما أحدثه بعض الناس اللي يزعمون أنهم من الدعاة، وليس كذلك. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بهذه الأمور، كان يتلو عليهم القرآن ويدعوهم ويأمرهم وينهاهم، ما كان يجيب لهم مضحكات وأشياء من هذه التوافه التي يستعملها من ينتسبون إلى الدعوة الآن. نعم.